الله من جديد من عالم التجميل. نتعرف اليوم على شد الوجه بواسطة الخيوط. شفتي شد الوجه كذا؟ هذا اللي قالوا أشق وجهك. هذا شق مو شد. طيب سنتعرف أيضا على الطرق التي تؤثر على التعبير عن طريقة الوجه أو لا تؤثر على تعبير طريقة الوجه. نتكلم بالضبط. نتعتمد أيضا هذه التقنية على زرع خيوط محددة صح؟ بالضبط. إحنا نتحدث عن تفاصيل هذه الجراحة الجديدة. هي يعني بدون جراحة باستخدام الخيوط تخفي تجاعيد خفيفة إلى متوسطة. يستمر مفعولها من 2 إلى 3 سنوات تقريبا. كلفتها حوالي $3,000. قبل الحديث مع الدكتور خلونا نشوف تفاصيل هذه التقنية مع مصطفى زارو. شيلي ويليامز من السيدات اللواتي فضلن التخلص من بعض الترهلات في وجهها بواسطة خيوط أحدثت ثورة في عالم التجميل. الطبيب عامر خان حدد أولا الأماكن في الوجه التي سيزرع فيها الخيوط باستخدام إبر طويلة قبل بدء عملية شد الوجه التي لا تتعدى النصف ساعة. الإقبال على هذا النوع من العمليات يتزايد باستمرار، وأقوم شخصيا ما بين 30 إلى 50 عملية شد وجه بالخيوط شهريا منذ أن أطلقنا هذه الخدمة شهر أغسطس الماضي، وقد طورناها على مدى 3 سنوات بفضل التقدم التكنولوجي. هذه الخيوط المستخدمة تذوب بعد 12 شهرا وتحفز الجسد على إنتاج الكولاجين والألياف في البشرة، وهي شبيهة بخيوط العمليات الجراحية المعروفة منذ أكثر من 30 سنة في خياطة الجروح والأوردة، ولا تسبب أي حساسية في الجلد، كما أنها تحافظ على تعابير الوجه ونتائجها سريعة تظهر بعد ساعات من العملية التي قد تصاحبها بعض التورمات الخفيفة لكنها تختفي مع آثار الإبر خلال أسبوع. بعد يوم من العملية استخدمت مكياجا لإخفاء أثر العملية، واندهش كل من رآني بنضارتي وجمال بشرتي، وتتحسن يوميا بفعل هذه العملية. لهذه العملية مضاعفات ومخاطر أقل من الجراحة التقليدية، وينصح الجراحون بتفادي التمارين البدنية وحركات الوجه المجهدة بعد عملية شد الوجه بالخيوط التي تحتاج لتكرارها مدة أقصاها 3 سنوات حسب بشرة الوجه، إلا أنها غير مجدية في حالة الترهلات الجلدية الكبيرة وغير مناسبة للوجه النحيف وصاحبات البشرة الحساسة والجافة. مصطفى زارو، العربية، لندن. طيب للمزيد عن تفاصيل هذا الموضوع من دون شرح تفصيلي من الأستاذ عمر، لأنه عمر بيشرح بطريقة تخليك يعني ما تحاول تعمل أي عملية جراحية. بينضم لنا في الاستوديو الدكتور قاسم أهلي، استشاري في جراحة التجميل والترميم. صبحك الله بالخير دكتور. صبحك الله بالخير دكتور. احنا في التقرير يعني تناولنا بشكل سريع هذه التقنية، طبعا زميلنا تكلم عنها أو صورها في لندن. حابين نعرف هذه التقنية تماما زي ما شفناها في التقرير في لندن موجودة في منطقتنا في الشرق الأوسط والدول العربية ولا لا؟ هي عبارة عن خيوط وليست حبال. هو عند عمر حبال ما مش عارف. أنا سلمت الدكتور أبى أقول خيوط، قلت له حبال، قلت هذا مينا مو بوجه. شاد عليه عاد. عبارة عن خيوط موجودة من زمان، بس الخيوط شوي شوي تطورت يعني خلال 5 سنوات 7 سنوات تطورت. إيش اللي تطور فيها؟ تطور الخيط عادة سادة، ما في يوم تمسكين ملمس عادي طبيعي. والخيوط أنواع، فيه اللي يذوبون ولا ما يذوبون، مثل النايلون ما يذوب، خيط السكر يذوبون. اوكي. بدليت الخيط حطيت على الخيط بروحه مثل كليبات او هوكس لو مثل سناره بجهه معينه. زين فيستوي الخيط خشن. بدي حطيتيه في اي مكان، مثل حطيت الخيط في قطن يسحب معه خيوط القطن كله. اوكي. بدي حطيتيه في نسيج يسحب معه النسيج كله. فما يكون خيوط خيط املس انه ينسحب يتحرك. هذا الخيط اللي هو انتم تستخدموه في هذه الطريقه في عمليات الشد. زين فالخيط يكون فيه هوكس معين بطريقه معينه، اتجاه معين، منطقه معينه في الخيط، والباقي يكون املس. طبعا تدخلينه في مكان معين وتسحبين الجلد فوق، تنومينه فوق. يوم تسحبين يعني ايش راح يعني كيف يعني مثلا يدخل هنا مثلا؟ لا خذنا ناخذ الحواجب. حواجب بس شيء. طيب. في ناس يوم يكبرون في السن يطلع هذه مترهله، ها شوي مترهله مثلا حاجب نازل مع نزول الوزن الشديد
تخف كمية الشحوم في الوجه فالحاجب ينزل مثلا. زين عشان ترفعين الحاجب في عدة أشياء، منهم البوتوكس والفيلرز وفي منهم الخيوط. حلو. فدخلنا الخيط بس أيوة. ادخله من مكان معين. أيوة في الجبهة. هو المكان فندخل عادة منطقة نبت الشعر من فوق. أوكي. بيدخل الخيط مو في الحاجب نفسه، من فوق فوق. انت تسحب الجبهه كلها يعني؟ لا تسحب الحاجب كله. اوكي. ليش الجبهه كلها؟ بس انه عالم الصيد البحار سالفه السناره والصيد هذا زين. هذه تؤلم دكتور؟ تؤلم؟ وبيكون تخدير موضعي. موضعي. مكان دخلت الابره، هي عباره عن ابره طويله والخيط داخل الابره ملفوفه بطريقه معينه. طب نكمل بس دخلنا دخلت الابره متكامل بعدين الابره تنزل تحت لين الحاجب. بالعكس. طب مش مفروض من تحت من الحاجب للجبهه؟ زين هني بشو الهوكس الفكره هذا السنانير موجوده على الخيط هذا عكس الاتجاه. عكس الاتجاه. فدي تبغين تسحبين الحاجب فوق. ايوه. بعد ما دخلت الخيط تطلعين الابره من الخيط. اوكي. يكون الخيط موجود. اوكي. بعدين تسحبين الجلد هذا. أيوة. وهذا الخيط تسحبين الجلد على الخيط. حلو. الخيط مكانه والجلد رفعتيه فوق فسحب. فيسحب فما ينزل تحت مره ثانيه. يسحب ويجلس على الهوكس فيوسع على الهوكس فيمسك مثل السناره تمسك. مثل السناره بالضبط. نعم فماسكه. فانت رفعت الحاجب بطريقه معينه تقدر تتحكمي في كل الحاجب. جهه خارجيه في النص، خارجيه وفي النص، تترفعين على كيفك. طيب دكتور ما في خطوره على بعض يعني الاعصاب او شعيرات الاعصاب اللي موجوده مثلا؟ نعم. وطبيا اللي دارس الوجه مثلا يعرف وين جهه الاعصاب، وين طبقات الاعصاب، وين طبقات الشرايين. طبعا يوم تحط الخيط اي مكان في الوجه مثلا حق الحاجب، حق المنطقه نازله الدقن او الخطوط هاي العميقه تفرشها، او في شويه تجاعيد ترفعينه او تخلين وجه دائري يتغير أكثر. الشكل. نعم تغيرين شكل الوجه تستوي. بس مع الخيط هذا تحطين مثلا خيطين او ثلاثه، خيطين او ثلاثه. بس هنا ناخذ الخيوط انواع بعد. الخيوط دائمه في الدائمه، وفي اللي ايضا تدوب اللي تدوب اللي في الوجه اي واحده. هنا فعاده قبل كانوا يحطون خيوط دائمه. خيوط الدائمه مشكلتها كانت اذا حطيت الخيط تبين تردين لطبيعتك ما يستوي، توهقتي الا عقب فتره ما يرجع الجلد على حالته. بعد سنه ست شهور، بعد سنتين. ولا تبغين زياده تحطين الخيط مره ثانيه، والخيوط تكون موجوده مكانها ما تذوب في الوجه خلاص. صح. موجوده. هذه الدائمه. هذه الدائمه. الخيوط اللي تذوب بعد ست شهور، بعد تسع شهور خلاص. فعشان ما ونرجع نعيد الفيلم ده مره ثانيه. والله يفضل دائما تعيدين. يعني هي تدوم من سنتين الى ثلاث سنوات فقط العمليه الواحده. العمليه الواحده يعني هي مؤقته. مؤقته يعني. نعم. معظم الخيوط مشكله تذوب بعد ست شهور، يمكن مفعول يتم بس ست شهور. طب من يلجا مثل هذه العمليات؟ فقط اللي عندهم سمنه ولا اللي عندهم شيخوخه؟ اللي عندهم شيخوخه، تجاعيد العمر، نزول الحاجب، احيانا يكون نزول الحاجب وراثي او مع العمر. اللي نزل وزنهم وايد يترهل الوجه، مناطق هاي منطقه تغلط. ليش يلجأوا للخيوط مش للبوتوكس؟ ما في البوتوكس حليله كويس ولذيذ. وتدريجي العلاجي. فتبدين بالبوتوكس والفيلرز الخفيف. طيب. بس في ناس ما يستفيدون. يبغوا يدخلون للعمليات. اوكي. فانت قبل العمليه في الخيوط. كمان في ناس ما تستفيد من الخيوط مضطرين بعدين مضطرين العملية. للعمليات زين. فانت تبغين بعد اول شيء قبل ما تدخلين الجراحه، ثاني شيء انت تبغين شيء عمليه تسوينها حين عقب ساعتين تردين لحالتك الطبيعيه، الدوام والشغل والعائله، بدل ما تسوين عمليه تتريين اسبوعين ثلاثه انتفاخات وسوائل وكدمات والمشاكل هاي. وعمليه بسيطه وتاخذ 10 دقائق لربع ساعه فقط. اوكي. والم بسيط. مكان دخلت الابره. لا وبعدين طيب شعورك بهذا الهوك اللي موجود في الوجه ما تحسين فيها؟ شعور سمكه مصيوده يا ماما. تنتظر شويه وخلاص. زين اي واحد بيسوي العمليه لا تاخذه معاكم. هذا استشاره مشكله. زين فدخلنا الجلد الطبقه الخارجيه. ايوه. والطبقه الداخليه في شحوم، انت تحطين الخيط هني مش في الجلد بروحه. فتحطين تحت بشكل جدا سريع. كم مكان في الوجه ممكن الواحد يسوي العمليه والماكسيمم عدد الخيوط اللي في الوجه حاليا؟ تقريبا الوجه كله يسوي فيه. ممكن يسوي من الحاجب، من شد الجفون، من الانف تصغير، من الذقن، من هنا. ممكن كله في نفس الجلسه؟ كله في نفس الجلسه. والخيوط سريعه بس تصيب بعض المشاكل اللي هو كدمات. أيه. احتماليه في يسمونه باراسيس، في الام احيانا. اذا حط خيط حطوه بالغلط يكون تحت الجلد فينبان في شيء خط رفيع ينزل بعد فتره مش مفعول دايم، احيانا ينزل جهه اكثر من جهه فيكون شويه توازن مختلف. شكرا لصراحتك. شبكه عنكبوت تصير في وجه الواحد. العنكبوت دايم. طيب دكتور قاسم مالي استشاري في جراحه التجميل والترميم، شكرا لك يا دكتور. شكرا دكتور فعلا.